اليوم بعد ارتكاب مصدر الكيماوي في مدينة دوما ووقوع عشرات الشهداء نتيجة قصف المدينة بغازات كيماوية. هذا هو أحد الصواريخ الذي يحمل المواد الكيماوية والذي سقط على مدينة دوما هنا، حيث يتوضح بأن هذا الصاروخ سقط من سطح أو من جدار أحد الغرف لمنازل المدنيين ليسقط على سريره ويقوم بنشر الغازات الكيماوية. حتى هذه اللحظة الصاروخ ما زال يفرز الغازات الكيماوية، لكن قام بإفراز الكثير منها ليصبغ على الفراش مادة صفراء هنا في مدينة دوما. هذا الصاروخ بعد أن صار في هذه المنطقة لم ينفجر، لكنه أفرز الغازات. هنا هذا الفراش ابتل بمادة صفراء نتيجة إفراز مواد من هذا الصاروخ الذي يحمل مواد كيماوية والذي استهدف مدينة دوما يوم أمس السابع من الشهر الرابع في عام 2018، ما أدى إلى وقوع أكثر من 700 حالة اختناق للمدنيين وأكثر من 50 شهيد في صفوف المدنيين أيضا نتيجة استهداف النظام وروسيا للمدنيين بالغازات الكيماوية المحرمة دوليا.